طول ما احنا عندنا مشكله في وفره السيارات في السوق المحلي هيتم مستمر شكره الاوفر برايس. طب خليني اعرف ايه سبب هذه المشكله، انها المحليه بقى فيها مشكله كمان ليه يا باشمهندس؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي المشكله كلها ان وفره العربيه نفسها، المعروض اقل بكتير جدا من المطلوب. احنا دايما عندنا عاده معينه في الشعب المصري لما العربيه او اي منتج يبقى عندك متوفر وبشكل كبير واسعار مع بتنزل، يقول لك استنى لما نجيب اخو نخلي ايه، لا العربيه هتخسر اكتر فما تشتريش، فالسوق يتحجر. لما العربيه تبتدي الاسعار تبتدي تزيد وينخفض عدد المعروض في السوق المحلي يبتدي التكالب على الشراء، بالتالي الاسعار تبتدي تزيد. لان احنا مشكله عندنا النهارده حضرتك ان العربيه واحده تلاقي عليها 20 عميل بيشتروها، يعني عربيه واحده موجوده بتلف السوق كله وهو 20 واحد بيطلبوها، فدايما اللي بيبيع بيحاول يجيب اعلى سعر فيها، فمن هنا بيظهر الاوفر برايس. طيب من يضبط الاداء؟ من يضبط اداء السوق؟ انا النهارده عندي وزير صناعه، انا بتكلم على المحلي مش هتكلم على المستقر، عندي وزير صناعه ربنا يديله الصحه من طراز فريد، الراجل يعني ممكن يشتغل 24 ساعه، وعندي ناس مصنعين محليين عايزين يبيعوا ويشتغلوا وينتجوا، وعندي تجار عايزين يبيعوا، المنظومه دي كلها نظبطها ازاي يا باشمهندس خالد؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا طبعا هو صح زي حضرتك بتتفضل مشروع اللي قلت لنا ان معالي الوزير، لا هو صراحه ما بيكلش وبيملش، يعني الراجل عمال يلف على المصانع وبيحاول يشوف مشكله ويحاول يحلها. احنا عندنا مشكله واحده بس هي في موضوع وفره المنتج او المكون المحلي كمان. انت النهارده حضرتك في بعض المواد اللي حضرتك بتستوردها من بره عشان يكمل بيها المكونات الانتاج. فانت عندك مشكله ان الدولار النهارده مش متوفر في السوق او مش متوفر في البنوك عشان خاطر احنا مش سلع استراتيجيه، احنا سلع استفزازيه. احنا داخلين من ضمن 13 سلعه استفزازيه. فبالتالي البنوك ما بتحطكش انت في دورك الطبيعي، انت مستني لما يجي عليك الدور، فانت وضعك انت مشكله لما تيجي عقبال ما يجي عليك الدور المكون المحلي عشان تجمع المكونات الانتاج وتجيب من مكونات الانتاج من بره، برضك المصنع بره مش هيستناك لما انت توفر له دولار وتحول له الفلوس عشان يصدر لك الكميه اللي انت متفق عليها، لان انت في عندك شركات وفي مصانع ودول اخرى قاعده مستنيه. هو طبعا شيء طبيعي ان هو ما بينتج مش هيستناك لغايه انت ما تحول له الفلوس وبعد كده هو يحول منتجاتك، فشيء طبيعي. احنا عندنا مشكله في الشحن، عندنا النهارده مشكله في اسعار الشحن عالية، عندنا مشكله الشحن النهارده كانت الاول كان بيجي لك مكونات الانتاج من الخارج مباشره على المواني المصريه، دلوقتي لازم يلف رئيس الرجاء الصالح عشان يجي عندك عشان موضوع مشكله الحصريين. لا عندنا احنا مشاكل متكاتفه مع بعضها كده هي بتقلل من حجم الانتاج سواء المجمع محليا او مشكله الاستيراد. طبعا دي مشكله احنا كلنا عارفينها وكلنا حاسين بيها وهي دي اللي مخليها عدم وفرة السيارات في السوق المصري. طيب هل حضرتك شايف يعني في القريب العاجل مثلا مع انتهاء موسم الصيف والدنيا تهدى شويه يعني ممكن يبقى في قريب في انفراجه لهذه الازمه؟ والله الازمه مش هتتم حضرتك مش مرتبطه لا بصيف ولا بشتاء، هي مرتبطه انا عارف بحجم الانتاج. انا بحاول افكر في اي حل معاك يا باشمهندس. انا مع حضرتك طبعا، هو مشكله صيف ولا شتاء، مشكله حجم الانتاج وحجم الاستيراد، فهي المشكله مش هتتم ومش هيتم الاستحواذ عليها الا بعد انتاج كميه سيارات تغطي الانتاج المحلي او تغطي الاحتياج اللي في السوق المحلي، وبعد كده نبتدي نصدر من منتجاتنا عشان نقدر نستفيد بالاتفاقيات ونقدر نستفيد بالحجم اللي انت كمصر وقع فيه كبلد، وقع في منطقه جغرافيه ممتازه جدا تقدر تعمل. ايوه طبعا وافقيا. عندي حلول بره الصندوق، يعني الصندوق اللي احنا مخنوقين جواه ده كمان بنقول بره الصندوق، نبقى مبدعين في حلولنا، نبقى كرييتيف في حلولنا، عندنا حلول بره الصندوق يا باشمهندس خالد؟ والله بص هقول لحضرتك حاجه، هو احنا لو نسيبنا من العربيات اللي هي بتعمل بالوقود ونشتغل على العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء، العربيات اللي بتشتغل بالكهرباء دي اللي لازم نفكر فيها ونبقى بره الصندوق، لان العالم كله رايح للسيارات الكهربائيه، وعندنا امكانيه ان انت النهارده انت عندك نسبه المكون المحلي في السيارات العاديه انت ما بتتعداش ال 45% بالمصنع بقيمه المصنع وقيمه الاستثمار. طيب النهارده البطاريه لوحدها لو انت صنعتها في مصر هتعمل لك 60% من نسبه مكون محلي، وبالتالي ال 40% اللي باقيين لو قدرنا نجيب 20% منهم سواء بقى من جسم السياره سواء من الازاز سواء من الكاوتش من البطاريه، حاجات كتير جدا نقدر ندخلها، هنقدر نخرج بره الصندوق وهنقدر نغذي بيها العالم كله، ان احنا هو الدنيا رايحه للعربيات الكهرباء، خلاص الناس بطلت تفكر في العربيات اللي تعمل بالوقود العادي.